سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر، بفقه بل بتفسير، بهادي الدين والذكر. سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر، بفقه بل بتفسير، بهادي الدين والذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سؤال أهل الذكر. حلقتنا هذه الليلة حلقة عامة نتناول فيها مختلف المواضيع، بدلا أننا سنركز على موضوع الأضحية والعيد وفضل يوم عرفة. ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، قبل أن نشرع في أحكام العيد والأضحية، بداية يوم عرفة، ما الفضل الذي ينبغي أن يستشعره المسلم، وماذا يندب له أن يفعل في يوم عرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم عرفة من أيام الله تعالى العظيمة، هو يوم يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده بإحسانه وبره ومغفرته ورحمته، فإن عتقاءه في ذلك اليوم هم أكثر منهم في أي يوم آخر. من هنا كان على المسلم أن يحرص على أن يعمل فيه البر، فإن كان من حجاج بيت الله الحرام فليكثر هناك في عرفات من ذكر الله، وليكثر من الاستغفار والتوبة والندم على ما قدم، والحرص على قلب صفحته من الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الفجور إلى البر، حتى ينقلب إلى أهله نقياً خالصاً من الأوزار، طاهراً مطهراً، يستقبل حياة جديدة ملؤها الحب لله سبحانه والرجاء لرحمته والخشية من عقابه، لتكون حياته حياة سليمة، حتى يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى في طهر من جميع أرجاس المعاصي التي قارفها في حياته. وإن كان غير حاج فهو كذلك، عليه أن يشارك الحجاج في مشاعرهم وفي استغفارهم وفي برهم، ويسن لغير الحاج أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وعملا بما يرفع درجاته، كما أنه يؤمر أن يكثر من ذكر الله، ويكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه، ويكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى زلفى. كل ذلك لأجل فضل ذلك اليوم، ولأجل التعرض لفضل الله سبحانه وتعالى الذي يعتق في ذلك اليوم ما لا يعتق في غيره من النار من عباده الذين ينقلبون إليه ويتوبون إليه ويستغفرونه. ولا ريب أن الإنسان في ذلك اليوم المبارك تتجدد في نفسه ذكريات عظيمة، سواء كان واقفا في تلك المواقف وهو أولى بهذه الذكريات، يتجدد في نفسه أولاً أن ذلك اليوم يوم عرفة، كما جاء في بعض الروايات هو يوم اللقاء بين آدم وحواء عليهما السلام بعدما افترقا عندما أهبطا إلى الأرض. وكذلك يتذكر بوقوفه يوم عرفة، عندما يقف المسلم هناك، ما كان من أداء إبراهيم عليه السلام لمناسك الحج وتعليم الناس لهم أن يؤدوها، وكذلك أيضا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن موقفه يوم عرفة كان موقفا عظيما، وكان ذلك اليوم هو الذي نزل فيه على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ما يأتون ويذرون فيما ألقاه عليهم من الخطبة في يوم عرفة. كل ذلك يجب على المسلم أن يجدد به إيمانه وصلته بالله، وأن يكون حريصاً على الاقتداء بهذا السلف الصالح العظيم بأنبياء الله تعالى ورسله، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى التأسي به من معالم الإيمان بالله واليوم الآخر. فما أحرى المسلم أن يلتزم هذا الأمر وأن يحرص على هذا الخير، ففي ذلك البر كله إن شاء الله. نعم. طيب سمحت شيخ، الآن بالنسبة للعيد، ما الأحكام المسنونة التي ينبغي أن ينتبه ويحرص عليها المسلم في يوم العيد؟ يوم العيد هو يوم بهجة، يوم فرحة، يوم لقاء بين عباد الله تعالى المؤمنين، يوم تتحد فيه المشاعر وتتواصل فيه القلوب وتبتهج فيه النفوس. فجدير بالمسلم أن يحرص في ذلك اليوم على أن يلقى أخاه المسلم بالبشر والفرحة، وأن يصل أرحامه، وأن يحرص على أن يحسن إلى الفقراء والمساكين، فإنه يوم تعم فيه الفرحة جميع طبقات الناس. وإذا عاش الفقراء وحدهم بعيدين عن الأغنياء بحيث يكونون متقلبين في وحل الحياة ومشقتها ولأوائها، لا ريب أنهم يكونون بهذا غير منسجم من المشاعر مع إخوانهم الأغنياء. فلذلك كان على الأغنياء أن يواسوا الفقراء لأجل أن يدخلوا عليهم الفرحة في هذا اليوم. ومن المعلوم أن هذه نعمة، فيوم العيد هو يوم نعمة من نعم الله تعالى على عباده، وتتجدد للإنسان فيه ذكرى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما مر بمحنتهما الخانقة، إذ رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل وقد آذنه بذلك، فما كان منه إلا أن استجاب لهذا الأمر وامتثل وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحاول إبراهيم وشرع في تنفيذ هذا الأمر، لأن رؤيا الأنبياء حق، فتداركتهما عناية الله بعد ما علم الله سبحانه وتعالى أنهما كانا جميعا كما ينبغي لهما أن يكونا من حيث التسليم لأمر الله والانقياد لحكمه والإذعان لطاعته. فلذلك انهلت عليهما سحب الرحمة من الله، فانتشلتهما هذه الرحمة من هذه المحنة وعادت منحة، إذ كان الاقتداء بإبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة بما يقدم من الأضاحي في هذا اليوم. فالإنسان عليه أن يستذكر هذا الأمر وأن يشكر الله على هذه النعمة. وشكر النعمة إنما هو بتسخيرها في طاعة من أنعم بها، وكفرانها في عكس ذلك. فلذلك على الإنسان أن يبتعد عن الكفران، على المسلم أن يبتعد عن الكفران وأن يحرص على الشكران، شكران النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى التي غمرت. وكثير من الناس مع الأسف الشديد تجده في يوم العيد يتهاون في الفساد، منهم من يقضي سحابة يومه في السكر، ومنهم من يشتغل باللهو، وهذا كله مما لا يعد شكرا للنعمة بل يعد كفرانا بهذه النعمة.
فعلى الناس أن ينتبهوا لذلك وأن يتقوا الله في هذا الأمر. نعم. سمحت شيخ بخصوص الأضحية يوم العيد أو الأضحية المشروعة للمسلم في عيد الأضحى، بداية ما حكمها ومما تكون؟ هي من السنن المؤكدة بالنسبة إلى القادر، من كان قادرا على الأضحية فلا ينبغي أن يفوت الأضحية، أما الفقير فهو أحرى بأن يعان من أضاحي الآخرين. نعم. والغني أو الواجد هو الذي يضحي، فمن كان قادرا فإنه يضحي، والحكمة في ذلك بالغة، الحكمة في ذلك التذكير بذلك الحدث الذي مر بإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لربط هذه الأمة بالسلف الصالح بمن سبق من رسل الله، لأن هذه الأمة وريثة النبوات السابقة في هداياتها، فهي التي جمع الله سبحانه وتعالى لها هذه الهدايات وأورثها هذه المواريث العظيمة، فعليها أن تحافظ عليها، وقد شرع ذلك في ملة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إحياء ذكرى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ووصل هذه الأمة بمن قبلها، فلا ينبغي أن للأمة أن تفوت ذلك. نعم. هل هناك سمحت الشيخ تفضيل في نوع الأضاحي من حيث النوع، الغنم أو الإبل أو البقر؟ لا ريب أن الغنم هي المفضلة، ويفضل نوع الضأن على نوع المعز، الضأن هي أفضل، ثم المعز، ثم الإبل، ثم البقر. هذا نعم. هكذا التفضيل. نعم. بالنسبة لأسنان الأضاحي سمحت الشيخ، وما يجزي عن الشخص أو الأكثر من شخص؟ وعلى أي حال بالنسبة إلى الغنم، بالنسبة إلى الغنم يعني يجزي من الضأن الجذع، ومن المعز الثني. الجذع من الضأن اختلفوا فيه، منهم من قال من أتم سنة وهذا هو قول الأكثر، والثني ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، فهذا هو قول الأكثر. ومنهم من قال بأن الجذع هو ما أتم ستة أشهر، هذا قول يوجد لبعض العلماء، ولكن أكثر قول بأن الجذع ما أتم سنة والثني ما أتم سنتين. وبالنسبة إلى طبعا الإبل والبقر يعني بحسب الأسنان، وهي إن صارت بدنة تجزي لسبعة. نعم. نعم. طيب سمحت الشيخ، هناك بعض الأغنام، هناك من الغنم أو الإبل ما لم يبلغ السن الشرعي ولكنه يسمن ببعض الطعام أو ببعض الأدوية، فهل هذا يجزي شرعا على الأضحية؟ أما إذا كان أخذ برأي من يقول بأن الجذع ما أتم ستة أشهر، هذا رأي لبعض، وكذلك بالنسبة إلى الثني من المعز، منهم من قال من جاوز السنة فإذا وجده سمينا وأخذ بهذا الرأي نحن لا مانع من ذلك. نعم. طيب هل يجوز بيع جزء من الأضحية؟ الأضحية ليست للتجارة، وإنما يؤمر الإنسان أن يأكل منها وله أن يدخر، وأيضا في نفس الوقت يتصدق. نعم. يتصدق الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات نهى عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة، لأجل الناس الذين يأتون من البادية إلى المدينة وهم بحاجة إلى أن يطعموا منها، ثم بعد ذلك أباح لهم نظرا إلى تغير الأحوال. نعم. هل يجب أن تكون القسمة ثلاثا في الأكل والادخار والصرف؟ وهذا من باب السنة وليس من باب الوجوب. نعم. بالنسبة للحاج سماحة الشيخ، هل يشرع له أن يخبر أهله أن يضحوا؟
إذا ترك أهله وهو في غنى فليترك لهم وحية يضحونها في هذا اليوم. نعم. هناك من يسافر سماحة الشيخ لغرض الدراسة وغير ذلك في بلد لا يذبح فيها على طريقة الشريعة الإسلامية، فماذا يشرع له أن يفعلها؟ نفس الضحية لا يذبحها إلا المسلم، حتى الكتابي يعني ينهى عن تسليم الأضحية إليه لذبحها، إنما يذبحها المسلم بأنها قربة إلى الله، فهذه القربات اشترط لها الإسلام، فلذلك لا تتم على يد الكتابي، فضلا عن أن يكون المضحي يعني يذبح الضحية بغير الطريقة المشروعة، هذا من باب أولى. إذا كانت موقوذة أو كانت مخنوقة هذه تعتبر من جملة الميتة، من أنواع الميتة المحرمة، الله تعالى حرم الميتة بجميع أنواعها، سواء كانت موقوذة أو متردية أو نطيحة أو ماتت حتف أنفها. نعم. في من كان عنده أكثر من زوجة كم ضحية تجزئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده العدد من الأزواج، مات عن 9، ومع ذلك ضحى بكبشين موجوئين أملحين. نعم. فمعنى ذلك أن الضحية الواحدة تكفي. نعم. سمحت الشيخ، إذا كانت في البيت الواحد تقيم أكثر من عائلة وأكلهم وشربهم ومسكنهم واحد، إذا كانوا جميعا منصهرين فالضحية ضحية الجميع، إذا كانوا جميعا مطعمهم ومشربهم كأنهم أسرة واحدة. نعم. كذلك بالنسبة للميت سماحة الشيخ، هل يشرع أن يضحى عنه؟ لا حرج من الضحية عن الميت، لأنها كالصدقة. نعم. والصدقة عن الميت لا حرج فيها. طيب سماحة الشيخ، بالنسبة للعيوب، يعني ما العيوب التي لا تصح معها الضحية؟ إذا كانت عوراء أو عمياء أو عرجاء فيها عرج بين، أو كانت مشرومة الأذن، أو يعني فيها عيب بين من العيوب التي هي معروفة عند الناس بأنها عيوب، ففي هذه الحالة لا يجوز أن نضحى بها، إنما تختار الصفايا من الماشية من الأنعام، من بهيمة الأنعام، يضحى بها تقربا إلى الله. نعم. سمحت الشيخ، أيضا إذا حدث العيب بعد شراء الأضحية، هي ينظر فيها ليس في وقت ابتياعها وإنما في وقت التضحية بها. نعم. يلزم أن لا يكون فيها عيب عند التضحية بها. نعم. حتى ولو حدث هذا بعد اشترائها. نعم. بالنسبة للخصي سمحت الشيخ، هل يصح أن يضحى به؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والموجوئان هما الخصيان. نعم. طيب ما الأيام التي تشرع فيها الأضحية؟ الأضحية مشروعة في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد صلاة العيد، بعد أداء صلاة العيد، ولا حرج بالنسبة إلى الشخص الذي يؤخرها لو أخرها بعد ذلك اليوم وضحى في أيام التشريق، وهي 3 أيام التي بعد اليوم العاشر. هل من حرج في الذبح ليلا؟ الأصل أنه لا يمنع من ذلك. نعم. سمحت الشيخ، إذا كانت الشاة حاملا فما الذي يشرع للمضحي ها هنا؟ أما بالنسبة إلى جنينها فذكاته زكاة أمه إن خرج ميتا، زكاته زكاة أمه ولا مانع. نعم. هنا أيضا سمحت الشيخ سؤال، بالنسبة لكثير من الناس ربما لا يستطيع أو لا يتوفر عنده الوقت أو الخبرة للضحية، فيعطي المبلغ لبعض الجمعيات التي تقوم بشراء هذه الأضاحي وذبحها وتوزيعها على الفقراء المحتاجين، فهل يجزئه ذلك؟ هذه القضية لا تخلو من إشكال لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن
الإنسان يؤمر بأن يضحي بعد الصلاة ولا يدري متى تكون التضحية من قبل تلك الجمعية. الأمر الثاني أنه قد لا يتوفر في هذه الجمعيات من يكون عارفا بأحكام الأضاحي تماما. عدة يعني اعتبارات، ولكن هو لو أراد أن يتصدق فليجعلها صدقة على الفقراء والمساكين، يقدم إليهم هذه ثمن هذه الأضاحي والجمعية تشتري، مع أنه يضحي بنفسه عن نفسه، يضحي ولو بأضحية واحدة وهي تكفيه إن شاء الله. نعم. بالنسبة لأحكام الذبح سماحة الشيخ، أولا بداية ما الذي بالنسبة لاستقبال القبلة عند الذبح، هل هو شرط من الشروط؟ ليس هو شرطا من شروط الذبح. نعم. هذا مما يندب إليه وليس هو مما يجب. نعم. لو لم يستقبل القبلة وذبحها على الطريقة الشرعية لكان ذابحا مستوفيا لشروط الذبح. نعم. من نسي ذكر الله سبحانه وتعالى عند الذبح فما حكم ضحيته؟ هذه مسألة تعاركت فيها الأفهام وتدافعت فيها الآراء واشتد فيها الخصام بين الناس، بل الخلاف فيها يذكر حتى عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نحن لو جينا إلى القرآن الكريم لوجدنا النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه صريحا، فالله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. النهي هنا صريح، وليس ذلك فحسب، بل ذكر بأنه فسق وإنه لفسق، والضمير يرجع إلى مصدر ما دخل عليه النهي. ولا تأكلوا يعني الأكل، الضمير يرجع إلى الأكل كما في قول الله تعالى يعدلوا هو أقرب للتقوى. وهناك أيضا نص آخر في القرآن الكريم وهو قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. المفهوم المخالف الذي يؤخذ من هذا الدليل هو النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وقد جاء ما دل عليه المفهوم في هذه الآية صريحا في الآية الأخرى في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن مع ذلك وجدنا الأقوال كثيرة، بلغ 6 أقوال، منهم من يقول بالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه على الإطلاق من غير تمييز، سواء كان ترك الأكل عمدا أو كان تركه نسيانا، وهذا قول مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به بعض الأئمة، قال به كثير من أصحابنا، وهو رواية عن أحمد، وقول كذلك بالنسبة إلى الإمام مالك عنده هذا الرأي، وعلماء كثيرون قالوا بهذا الرأي. وهناك من قال بإباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه على الإطلاق، سواء كان ترك عمدا أو نسيانا، كان ترك ذكر اسم الله تعالى عمدا أو نسيانا. وهذا أيضا يعني رأي ينسب إلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين، وهو رأي الإمام الشافعي وأصحابه، وقال به كثير من العلماء. وهناك رأي يفرق بين أن يكون الترك عمدا أو نسيانا، وهذا يروى، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة، وروي أيضا عن مالك. وهناك رأي آخر وهو أنه إن كان ترك ذكر اسم الله اعتدادا باسم الله الذي في قلبه، فهذا على أي حال يجزيه ذلك وإلا فلا، ويعني يعتد باسم الله أن اسم الله تعالى ملء مشاعره وأحاسيسه.
وهناك رأي آخر وهو الكراهة في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من غير تحريم، وقول آخر بأنه إن كان ترك ذكره لاسم الله تعالى استخفافا بالاسم الكريم فهذا يعد فعله هذا حراما وتحرم بذلك الذبيحة، وإلا فلا مانع من أكلها. هذه أقوال كما سمعناها أقوال متضاربة، ولكن كما قلنا القرآن الكريم جاء نصا على ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، تأكيد وتشديد في هذا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. الكلام فيه تشديد جدا في القرآن في هذا النص. فإذا كيف يحمل هذا النص؟ الذين قالوا بإباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الترك عمدا قالوا بأن ذلك إنما إذا كان ما لم يذكر اسم الله عليه ميتة، يعني الميتة التي ماتت حتف أنفها، واستدلوا لهذا بأثر وبنظر. أما النظر فإنهم قالوا بأن الواو في قوله تعالى وإنه لفسق هي للحال، قالوا بأن الواو واو الحال، والحال تفيد التقييد، ومعنى ذلك أنه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا، والفسق بينه قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، ومعنى ذلك أنه إن كان مذبوحا لغير الله تعالى قالوا بهذا التقييد. هذا كلام يعني قاله طائفة من العلماء وقد أولوا في هذا على أن العطف هنا لا يمكن أن يكون جائزا بين قول الله تعالى لا تأكلوا وقوله إنه لفسق، لأن الجملة الأولى هي جملة إنشائية والجملة الثانية هي جملة خبرية، والخبر لا يعطف على الإنشاء كما أن الإنشاء لا يعطف على الخبر، أي بناء على أنه لا بد من أن تتحد الجملتان جملة المعطوف والمعطوف عليه في كونهما إنشائيتين أو خبريتين. هذا رأيهم، رأي هؤلاء الذين قالوا. لكن نحن لو نظرنا إلى المنع من العطف أو المنع، هذا لا يستقيم، لأن هناك أدلة كثيرة من القرآن بل ومن كلام العرب دلت على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس. لا يشترط أن تكون الجملتان جملة الإنشاء والخبر من جنس واحد، ولا حرج في جملة المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد، بل يجوز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر. ومن ذلك قول الله تعالى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن يعلمكم الله خبر، قول اتقوا الله إنشاء، وقد عطف الخبر على الإنشاء. مثل ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم. فهنا عطف الخبر على الإنشاء، ثم جاء لإنشاء مرة أخرى ثم عطف عليه الخبر. والأدلة في هذا متعددة في القرآن الكريم، كذلك بالنسبة إلى أشعار العرب. فلذلك نحن لا نرى هذا المنع، منع عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر، على أن الأصل في الجملة الحالية أنها لا تؤكد إلا إذا كان هذا التأكيد مما ينطوي على حكمة، لأن جملة خبرية هي جملة حالية، الأصل في الجملة الحالية أنها لا تؤكد إلا إذا كان التأكيد لأجل معنى. وقوله هنا وإنه لفسق، تأكيد بإن وتأكيد
باللام يدل على أن هذه الجملة غير حالية، جملة خبرية غير حالية، لا تحمل واو هنا على الحال. ثم مما يؤكد عدم كون هذه الجملة حالية أنها عطفت عليها جمل، والأصل في الجمل المعطوف بعضها على بعض أن تشترك في الحكم الذي ينتظمها جميعا، عطفت عليها جمل لا يمكن أن تكون حالا. وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، هذا لا وجه لاعتبار هذا القيد، قيد وجود الشياطين الذين يجادلون في النهي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كل ذلك مما يمنع أن تكون جملة إنه لفسق جملة حالية، وإنما هي لتأكيد الخبر. وعلى أي حال نحن نرى مثل هذا في مواضع أخرى من القرآن، كقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبل وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. فقول أولئك هم الفاسقون لا يمكن أن تكون هذه الجملة حالية، لا تكون أن تكون هذه الجملة حالية، وإنما هذا عطف خبر على الإنشاء. فلذلك نحن نميل إلى القول بالتحريم على الإطلاق، ونقول بأن الذين فرقوا بين حالتي العمد والنسيان هم نظروا إلى أن الإنسان يعفى عن مؤاخذته بسبب النسيان. نعم، يعفى عن مؤاخذته بسبب النسيان فيما يتعلق بالأمور الأخروية. أما بالنسبة إلى صحة الحكم وعدم الحكم فهذا من خطاب الوضع لا يلتفت فيه، لأن الشرط والألة من خطاب الوضع، ولا يعول في خطاب، لا يلتفت في خطاب الوضع إلى ذكر أو إلى نسيان. هب أن أحدا بناء على القول باشتراط النية للغسل من الجنابة يغتسل من الجنابة بدون نية، نسي النية، ثم انتبه من بعد هل يقال بصحة ذلك الغسل لأنه فات وقته وقد نسي النية وهو معذور بسبب نسيانه النية؟ نعم، لا يؤخذ فيما بينه وبين الله تعالى ما دام ناسيا، ولكن لا تصح الصلاة بذلك الغسل حتى يجدده مع النية، لا بد من أن يجدده مع النية. وكذلك بالنسبة إلى قول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، النهي هنا بالنسبة إلى المستقبل، والنسيان بالنسبة إلى الماضي، وفي حالة أكله ذاكر عارف منتبه بأنه لم يذكر اسم الله عليه، فإذا لا يباح له أن يأكل. نعم. هذا القول الذي نعول عليه. وما قيل من أن اسم الله على قلب مؤمن كل مؤمن، نعم، وكذلك الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم، الله تعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن هل يكفي هؤلاء إذا قاموا إلى الصلاة أن يكتفوا بما في صدورهم من الآيات البينات ولا يتلوا شيئا من القرآن في الصلاة؟ لا يجزيهم ذلك. فكذلك إذن التسمية ولو كانت هي ملء قلب المؤمن، ولكن الذكر الأصل فيه أن يكون باللسان مصاحبا لما في القلب. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ على هذا الجواب الضافي. نقف الآن أيها الإخوة والأخوات مع فاصل قصير وسنواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. سؤال أهل الذكر. سماحة الشيخ، فيما يتعلق بالذبح، ما الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها عند الذبح؟ نعم، جاء النهي عن الوخز والخزل والترداد، عن النقع والوخز والخزل والترداد. النخر حمل على قطع الرأس كله،
ومنهم من حمله على أن يفقع عنق الذبيحة هكذا، لأن هذه شبه مخنوقة إن فعل بها ذلك. هذا بعد الذبح. بعد الذبح نعم، إن فعل ذلك يكون لذلك أثر في موتها. وكذلك والخزل أيضا حمل نقع الخزل حمل أيضا على القطع، قطع جميع الرأس، تعمد قطع جميع الرأس. والوخز طعن، لا يطعن بها. والترداد أن يفعل كما يفعل بالمنشار، عندما يقطع بالمنشار يردد هكذا من غير أن يرفع السكين، إنما يقطع كما يقطع بالمنشار، هذا مما نهي عنه. وكذلك نهي عن كل ما يؤدي إلى تعذيب الذبيحة. يؤمر إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فلا يذبح بالآلة الكليلة التي تعذب الذبيحة، إنما يتجنب ذلك، يحد الشفرة لأجل أن يكون الذبح أسرع، ليريح بذلك ذبيحته ولا يعذبها. نعم. سمعت شيخ، فيما إذا انطلقت قبل الذبح، قد يكون مثلا حيوان يهرب قبل الذبح، لا يحكم الإنسان قبضه فيهرب، فما الذي هنا يشرع للمسلم؟ ما كان من هروب الحيوانات الوحشية، الحيوانات الأنسية التي تأنس إلى الناس، إذا توحشت وهربت فحكمها في هذه الحالة حكم الأوابد، تعامل معاملة الأوابد، يعني يمكن أن يصيدها الإنسان بسهمه ولا حرج عليها. وإن صادها ببندقية وأدرك ذبحها فليذبحها ولا حرج عليه. نعم. إذا فات وقت الأضحية سمحت شيخ، هل يشرع للمسلم شيء؟ إذا فات وقت الأضحية لا تقضى بعد وقتها، حدد لها وقت، ولم يأتي أمر بالقضاء بعد انتهاء الوقت، وإنما يتصدق بشيء من الصدقات ليجبر تقصيره في ذلك. نعم. جز الصوف سمعت شيخ، جز الصوف الأضحية قبل ذبحها أو الانتفاع بها قبل ذبحها كحلب البقر مثلا، ما حكمه؟ لا حرج في ذلك. نعم. حلب البقر، لأن الصوف ليس له أثر في الأضحية. نعم. لكن ليس له أن يبيع جلد الأضحية أو يبيع صوفها بعد ذبحها. نعم. ولكن له أن يتبرع به؟ له أن يتبرع ويتصدق به. نعم. نعم. هنا بعض الأسئلة سمحت شيخ من صفحة البرنامج. بداية سؤال أخ محمد العميري يقول، هل الأمر بالتكبير عقب الفرائض في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق يشمل النساء أيضا؟ النساء لا يكبرن إلا أن يكون ذلك سرا، لأنهن لا يشرع لهن رفع الصوت بالتكبير، فإذا كبرن سرا فلا حرج عليهن. نعم. سؤاله الثاني يقول، في حال الجمع بين الصلاتين فمتى يكبر؟ قيل يكبر بعد كل صلاة، وقيل يكبر بعد الصلاة الثانية تكبير الصلاتين، بحيث يجمع تكبير هذه الصلاة وتلك الصلاة فيما بعد الثانية، وقيل يكتفي بتكبير واحد، وهذا الرأي هو أحسن أن يعمل به. نعم. الأخ سالم الهنائي يسأل يقول، هل يصح أن أجعل النية لجمع الصلاتين في السفر قبل دخول المسجد احتمالية، فأقول مثلا عند دخولي لصلاة الظهر إذا وجدت أحدا يقوم لأداء العصر سأجمع؟ الإنسان كما قالوا إن نوى الجمع فله أن يفرق، له أن يفرد كل صلاة في وقتها، وإن نوى الإفراد فليس له الجمع. لذلك الأحوط له أن ينوي الجمع، فإن شاء أن يفرد بعد ذلك فليفرد. نعم. في من ذهب إلى الحج مع حملة بقصد أن يكون موظفا معهم في الطبخ أو في أي عمل من الأعمال، ولا يستطيع أن يؤدي مناسك الحج من طواف ووقوف وغيره، فهل يشرع له هاهنا الإحرام بسبب دخوله إلى منى؟
حقيقة هذا أمر غريب، ما الذي يكلفه؟ والطبخ في وقت ليس في، يستغرق جميع الأوقات، وقد واتته الفرصة بذهابه إلى هناك، ومتى تواتيه الفرصة بعد ذلك؟ لماذا هو لا يحرم ويدخل محرما ويطوف بالبيت ويقف في عرفات مع الواقفين مع أدائه ما طلب من؟ هذا لا ينافي أن يؤدي الطبخ، له وقت، الطبخ لا يستغرق الأوقات والوقوف، إن وقف بقدر ما يذكر اسم الله تعالى، بقدر ما يأتي بالباقيات الصالحات أجزاه، كيف هو تواتيه الفرصة أكثر من ذلك؟ فلماذا لا يقف مع الواقفين؟ ثم بعد ذلك أيوة، بالنسبة إلى رمي الجمار، يرمي مع الرامين في الأوقات التي لا يقوم فيها بالطبخ. نعم. فلا ينبغي له أن يفوت هذه الفرصة، لأنه تعين عليه الحج بإمكانه أن يحج، لما وصل إلى هناك كان بإمكانه أن يحج وكان متعينا عليه، فإن فوت هذه الفرصة فمتى يحج؟ نعم. سؤال آخر سماحة الشيخ، بالنسبة للحاج إذا وصل إلى منى، فهل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في منى؟ ماذا لو وصل متأخرا؟ أحيانا يكون هناك زحام عند قبل الوصول إليه. لا حرج. نعم. يصلي إن تعذر عليه ورأى أن الصلاة تفوت فليصليها في وقتها. نعم. كذلك في المزدلفة سماحة الشيخ، إذا وصل إليها عند الفجر وصلى المغرب والعشاء قبل وصوله. قبل ذلك لا حرج عليه. نعم. هنا سؤال، أم المقدام تقول: ما هي أطر عمل الممرضة المسلمة والأخلاق التي يجب أن تلتزم بها أثناء تأدية العمل؟ الممرضة المسلمة هي حري بها أن تمرض بنات جنسها، ومن الخطأ أن تحشر الممرضات في تمريض الرجال ويحشر الممرضون في تمريض النساء، هذا مما لا ينبغي، إنما بل ما لا يجوز في الأصل إلا مع الضرورة، مع عدم الضرورة المرأة لا تباشر الرجل والرجل لا يباشر المرأة، وحتى مع الضرورة لا بد من وجود ذي محرم في حالة مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية لعلاجها، لا بد من وجود ذي محرم. فنحن نهيب بالجهات المختصة أن تجعل تمريض كل جنس من قبل ذلك الجنس، وهذا مما فيه السلامة في الدنيا وفي الآخرة، فيه سلامة الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وينبغي وعلى هذه المرأة أن تلتزم لباسها الشرعي، وأن تكون في حضورها أمام الرجال إن اقتضى الأمر ذلك باحتشام، وعدم وجود أي شيء مما يريب، عليها أن تتقي الله تعالى في هذا الأمر. نعم. من ضمن الأسئلة سمحت الشيخ، تأدية العمرة، ما حكم تأدية العمرة أكثر من مرة للحاج؟ الحاج عندما يؤدي عمرة التمتع لا يكرر في أشهر ذي الحجة، في أشهر الحج لا يكرر العمرة، لا يأتي بعمرة بعد عمرة التمتع حتى ينتهي من مناسك الحج وتكون وتنتهي أيام التشريق، فلا حرج عليه أن يعتبر بعد ذلك. نعم. بالنسبة سماحة الشيخ للخارجين من منى في اليوم 12 من المتعجلين، إذا تأخروا إلى ما بعد غروب الشمس بسبب الزحام، كيف تأخروا عن الخروج من منى في اليوم 12 بعد الرمي بسبب الزحام، تأخروا إلى غروب الشمس؟ نعم، إلى غروب الشمس، قالوا إن غربت عليهم الشمس في منى فإنهم يبقون إلى اليوم 13. نعم. حتى إلى آخر أيام التشريق. نعم. حتى لو كان بسبب الزحام، ماذا عسى أن نقول. نعم. طيب سماحة الشيخ، وهنا أيضا سؤال أخير نطرحه لبعض الإخوة، يقول بالنسبة للذابح، ويمكن أن يؤخذ في هذه المسألة، هل يعني العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخر الأسماء؟ إن دفعوا من منى، شرعوا في الدفع من منى، هل يعتبرون كأنهم دفعوا أو حتى ينتهوا من الدفع؟ نعم. قد يحتمل أن تكون لهم رخصة من هذه الناحية عندما يشرعون في الدفع.
نعم. هل يصح أن يكون الذابح غير بالغ؟ نعم، إن كان واعيا وذكر اسم الله على ذبيحته. نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على هذا العطاء الطيب وهذه الإجابات، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يهنئنا جميعا بعيد الفطر بعيد الأضحى المبارك، ويعيده على هذه الأمة مرارا وتكرارا. والشكر موصول لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات على هذه المتابعة الطيبة، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.